يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله طلبتنا الأعزاء وأسعد أوقاتكم. نكمل معكم محاضرة الفسلجة الطبية اليونت 1 جنرال فيسيولوجي ليكتشر 7 بارت 1 اللي هو السيل ديث، يعني موت الخلية. سيل ديث occurs by two distinct processes. إذن يحدث خلال عمليتين. The first one الأبوبتوسيس، اللي هو شنو معناه الأبوبتوسيس؟ معناه موت الخلايا المبرمج، اللي هو يعتبر شنو طبيعي، موت الخلايا المبرمج الطبيعي نسميه الفسلجي أيضا. والتايب 2 نيكروسيس هو التنخير، زين نسميه إحنا موت الخلايا الغير مبرمج. بس هاي فصورة توضيحية عن النيكروسيس والأبوبتوسيس، إنه هاي خلية عامة جنرال سيل initial changes التغييرات الابتدائية اللي تصير بيها سواء أبوبتوسيس أو نيكروسيس. وهنا راح يصير طبعا هاي كلها إحنا راح نسافر صورة توضيحية مبسطة، وراح كلها هذه تفاصيل إن شاء الله نتطرق لها بهذه المحاضرة والمحاضرة القادمة إن شاء الله. further changes راح يصير، وهنا راح يصير disruption بالسيل ممبران، راح يصير تحطيم بالغشاء الخلوي، وهنا أيضا خروج المواد الموجودة بداخل الخلية إلى خارج الخلية. الآن نتحدث الآن محاضرتنا عن الأبوبتوسيس. Apoptosis is defined as the natural or programmed death of the cell under genetic control. إذن هو يعرف بأنه موت الخلية الطبيعي المبرمج تحت السيطرة الجينية. Originally, apoptosis refers to the process by which the leaves fall from tear threes in autumn. إذن هو يعني يعرف بعملية تساقط الأوراق من الأشجار في فصل الخريف. In Greek, apoptosis means falling leaves. يعني عند الأغريق الأبوبتوسيس يعني يعرف بأنه تساقط الأوراق. Also, it is called cell suicide. أيضا لها تسمية أخرى انتحار الخلية. Since the genes of the cell play a major role in the death. لذلك الجينات في جينات الخلية تلعب دور مهم أو رئيسي في عملية الموت المبرمج. This type of programmed cell death is a normal phenomenon. إذن هي ظاهرة طبيعية. And it is essential for normal development of the body. وضرورية جدا لتطور ونمو جسم الإنسان. In contrast to necrosis, بالمقارنة إلى عملية التنخير، النيكروسيس اللي هو قلنا موت الخلية غير المبرمج ويصير دائما بالحالات المرضية، apoptosis usually doesn't produce inflammatory reactions in the neighboring tissues. إذن من الصير عملية الأبوبتوسيس عكس النيكروسيس، الأبوبتوسيس يقول لا يحدث معها أو لا تحصل أي ردة فعل التهابي بالأنسجة القريبة، بينما بالنيكروسيس لا، من يصير عملية النيكروسيس راح ينتجنا ردة فعل التهابي إلى الأنسجة القريبة. Functional significance of apoptosis. الأهمية الوظيفية من الأبوبتوسيس، شنو هي الأهمية الوظيفية؟ The purpose of apoptosis is to remove unwanted cells without causing any stress or damage to the neighboring cells. إذن الغاية أو الهدف أو الغرض هو إزالة الخلايا الغير مرغوب بها وبدون أن يتسبب في إجهاد أو ضرر في الخلايا المجاورة. The functional significance of apoptosis، شنو هاي يعني الإكزامبل أو شنو تسوي الأهمية الوظيفية؟ plays a vital role in cellular homeostasis. إذن يلعب دور رئيسي في عملية توازن الخلية. About 10 million cells are produced every day in a human body by mitosis. بحدود 10 مليون خلية تنتج يوميا في جسم الإنسان من خلال الانقسام المتساوي. An equal number of cells die by apoptosis. نفس العدد تقريبا يقول يموت من هذه الخلايا بعملية موت الخلية المبرمج. This helps in cellular homeostasis. هذا يساعد في استقرار وتوازن الخلية. Useful for removal of a cell that is damaged beyond repair by a virus or a toxin. إذن مهم في إزالة الخلية التي تتضرر
نتيجة تعرضها لفيروس أو سموم. An essential event during the development and in adult stage. إذن هي ضرورية، حدث ضروري يحدث خلال عملية النمو والتطور وأيضا في مرحلة البلوغ. Examples. First one. A large number of neurons are produced during the development of central nervous system. عدد كبير من الخلايا العصبية تنتج من خلال الجهاز العصبي المركزي. But up to 50% of the neurons are removed by apoptosis during the formation of synapses between neurons. ولكن 50% من هذه الخلايا ستزال بعملية الموت الخلية المبرمج الأبوبتوسيس من خلال فترة تكوين نقاط الاشتباك العصبي بين الخلايا العصبية. Second one, apoptosis is responsible for the removal of tissues of webs between fingers and toes during developmental stage in fetus. أيضا مسؤولة عن إزالة التشبكات الأنسجة اللي تصير بين الأصابع اليد أو أصابع القدم خلال تطور مراحل تطور الجنين. It is necessary for regression and disappearance of duct systems. إذن هي ضرورية في عملية تراجع أو اختفاء الأجهزة القناتية during sex differentiation خلال التمييز الجنسي in the fetus في الجنين برحم الأم. The cell that loses the contact with neighboring cells الخلية التي تفتقد إلى التواصل أو التماس مع الخلية المجاورة or basal lamina in the epithelial tissue النسيج الطلائي القاعدة يعني من النسيج الطلائي dies by apoptosis تموت بعملية الموت الخلايا المبرمج. This is essential for the death of old enterocytes. هذا طبعا الحدث جدا مهم في موت الخلية الكبيرة في السن أو القديمة احنا نسميها that shed into the lumen of intestinal glands. فهذا راح تنسلخ إلى محتوى الداخلي للغدد الأمعاء الدقيقة. It plays an important role in the cyclic sloughing of the inner layer of endometrium resulting in menstruation. إذن يساعد في عملية انسلاخ دوري للطبقة الداخلية لبطانة الرحم تنتجنا عن الدورة الشهرية. Apoptosis removes the autoaggressive T cells and prevents autoimmune disease. إذن يمنع أو يزيل العفو يعني الموت المبرمج الخلايا المبرمج يزيل العدوانية التلقائية الموجودة بالتي سيل اللي واحدة من أنواع الخلايا الإميون سيستم ويمنع الأوتوأميون ديزيز يمنع الأمراض المناعية الذاتية. Activation of apoptosis. Apoptosis is يعني شنو هنا نقول activation يعني تحفيزها تنشيطها شون راح تصير. Apoptosis is activated by either withdrawal of positive signals. أكو إحنا عندنا ما يسمى بالإشارات الإيجابية هذه تشتغل وتستمر بها العمليات والفعاليات الحيوية بجسم الإنسان. فيقول withdrawal يعني توقف هذه الإشارات الإيجابية اللي هي نسميها إحنا survival factors عوامل البقاء والنجاة. هذه إيش راح السبب إنه من تتوقف هذه الإشارات الإيجابية تحفز عملية الموت المبرمج للخلايا أو arrival of negative signals أو تتحفز بوصول الإشارات السلبية. Withdrawal of positive signals. Positive signals are the signals which are necessary for the long time survival of most of the cells. إذن هذه الإشارات الإيجابية أو الموجبة هي إشارات ضرورية لبقاء الخلايا أطول وقت ممكن. Other cells or some chemical stimulants continuously produce the positive signals. زين اكو خلايا اخرى وبعض المحفزات الكيميائيه باستمرار تنتج لنا اشارات ايجابيه. Best examples of the chemical stimulus are nerve growth factor المن هذا للنيورونز وانترلوكين 2 for cells like lymphocytes. The absence or withdrawal of the positive signals
activates apoptosis. إذا غياب أو توقف الإشارات الإيجابية راح تحفز لنا عملية الأبوبتوسيس. Arrival of negative signals. هاي أخذنا النقطة الأولى زين واللي هي قلنا withdrawal of positive signals. الآن activation of apoptosis راح يحدث من خلال arrival of negative signals. Negative signals are the external or internal stimuli. إذن هي يعني تحفيزات داخلية أو خارجية which initiate apoptosis. Negative signals are produced during various events. تحدث من خلال مثلا normal developmental procedures. مثلا يعني خطوات أو إجراءات النمو الطبيعية. Cellular stress إجهاد الخلايا. Increase in the concentration of intracellular oxidants. زيادة في تركيز المؤكسدات داخل الخلية. Viral infection, التهاب الفيروسي, damage of DNA, ضرر للحمض النووي, diribonucleic acid, وexposure to agents like chemotherapeutic drugs, مثل العلاجات الكيميائية لأمراض السرطان, X-rays, الإشعاع, ultraviolet rays, الأشعة فوق البنفسجي. Role of mitochondria in apoptosis. هسه نجي شنو أهمية الميتوكوندريا بيت الطاقة في عملية الموت الخلية المبرمج. External or internal stimuli initiate apoptosis by activating the proteases. إذن يعني التحفيز الداخلي من الداخل أو من الخارج لعملية الموت المبرمج خلايا المبرمج من خلال تنشيط إنزيم نسميه proteases. شو اسم هذا الإنزيم؟ اسمه caspases. Cystinyl dependent aspartate specific proteases. Normally the inhibitor protein, اكو بروتين نسميه apoptosis inhibiting factor. هذا شو يسوي هذا بالمقابل؟ هذا راح يثبط عمل هذا الانزيم اللي هو الكاسباسز. When the cells receive the apoptotic stimulus, mitochondria release two protein materials. نصير تحفيز للخلية للموت المبرمج راح الميتوكوندريا تفرز لنا بروتين مادتين نوعين من البروتين. First one cytochrome C و second protein called second mitochondria derived activator of caspases. هذين ايش راح يسوون؟ inactivates يعني تثبط او تضعف عمل منه الapoptosis inhibiting factor. تثبط عمل هذا الفاكتور so that the inhibitor is inhibited. لذلك العامل الذي يمنع عملية موت هذا العامل شنو أهميته؟ يمنع عملية الموت المبرمج زين نسميه apoptosis inhibiting factor. وش يسوي؟ يثبط عمل الكاسباسز. هذني لا من خلال الميتوكوندريا ذني البروتينات الاثنين ذني عكس هذا العمل البروتين اللي هو تثبط عمله وبالتالي يمنع العمل مالته inhibited. لذلك يعني قصدي شو راح يكون محفز للأبوبتوسيس. السيتوكروم سي also facilitates caspase activation. هاي طبعا في درس توضيحي يعني لعجب الطلبة الأعزاء أنه يطلعون عليه والخطوات اللي حكيناها كلها هي موجودة زين من خلال عمل الميتوكوندريا والتحفيز هذه القضايا وهم يعني مجرد الاطلاع على اكثر ولا اقل اللي يعني الاستفاده والاطلاع وفهم الموضوع شنو. الابوبتوتيك بروسيس سيل شوز سيكونس اوف كاركترستيك مورفولوجيكال تشينجز. الخليه تقول توضح لنا سلسله التغييرات الشكليه المميزه ديورينج ابوبتوسيس خلال عمليه الموت الخلايا المبرمج. ذا فيرست وان اكتيفيتد caspases digest the proteins of cytoskeleton and the cell shrinks and become round. اذا التحفيز لهذا الانزيم راح يدينا الى هضم البروتين السيتوسكيليتون اللي موجود بالخليه ومما يؤدي الى انه الخليه ايش راح يصير بها؟ راح انه تختزل او يعني شلون نقول احنا يعني تبدي يقل حجمها and becomes round وتصير يعني مثل يعني شكلها يكون دائري او حلقي. because of shrinkage بسبب هذا يعني الضمور او الديكريز بالسايز مالت
انكماش اللي يصير انكماش اللي يصير بالخلية. The cell loses the contact with neighboring cells. بسبب هذا الانكماش اللي دا يصير راح يؤدينا إلى أنه تفقد الاتصال مع الخلايا المجاورة. زين. Chromatin in the nucleus undergoes degradation. زين. هذا المادة الكروماتين الموجودة بالنواة راح تمر بعملية تحطيم. And the nuclear membrane becomes discontinuous. الغشاء الخلوي راح يبدأ يعني يقول ما هي مو مستمر. راح يكون شنو؟ غير مستمر. يعني تكون بي شنو؟ فتحات وثقوب. DNA inside nucleus is cleaved. راح ينشطر الحمض النووي into small fragments إلى أجزاء صغيرة. Following the degradation of DNA, the nucleus breaks. راح تتجزأ into many discrete nucleosomal units, which are also called chromatin bodies. هاي منو النواة. Cell membrane, الغشاء الخلوي breaks and shows bubbled appearance. زين هنا أنا بالنسبة للغشاء الخلوي راح يتحطى و يعني يكون مثل شلون نقول احنا مثل الفقاعات يطير مظهر الفقاعي. Finally the cell breaks into several fragments containing intracellular materials including chromatin bodies and organelles of the cell. Such cellular fragments are called vesicles or apoptotic bodies. فانا نقول راح تتحطم الخليه الى اجزاء صغيره. زين من ضمنها راح تكون الكروماتين بودي يعني الاعضاء الاخرى بالخليه. وهذا الخلايا يعني هاي الجزيئات الخلويه نسميها البيزيكلز حويصلات او نسميها الابوبتوتيك بوديز. فاجوسايتس اند دندريتيك سيلز زين نوع من الخلايا هذه اللي هي مسؤوله عن التهام الاجسام الغريبه انجلف دي ابوبتوتيك بوديز. إذن راح شنو راح تلتهم هذه حتى ما تسبب لنا انفلاماتوري رياكشن يعني في منطقة هذا الموت المبرمج واللي احنا قلنا عنه يختلف عن عملية النكروس. بس هذا احنا عندنا هذا الابوبتوسيس بروجرام سيل ديث. زين هنا ايش راح يصير؟ هنا نورمال سيل هاي النورمال سيل ايش راح يصير بها متعرض الى اي ستيمولس لعملية الابوبتوسيس؟ راح يصير بها شرينكج وهنا يعني تنكمش ويظهر حجمها. كروماتين كوندنسيشن ممبرين بليبنج شفنا الممبرين يصبح بهاي الهيئة الريجولاريتي يصير بيه. ونيوكلير كولابس كونتينيود بليبنج راح يستمر. وابوبتوتيك بودي فورميشن هنا راح تتحول دور يعني يصير بها ديجريديشن تتحول الى فراغمنت زين تعطينا ما يسمى بالابوبتوتيك بودي. بعدين هاي راح يصير؟ راح يصير بها لايسز هذه قلنا من قبل الفاجوسايتس والدندريتيك سيلز. زين لايسز اوف ابوبتوتيك بوديز وانجلفمنت دور من قبل الخلايا المتهمه. ابنورمال ابوبتوسيس ابوبتوسيس وذ النورمال ليميتس از بينيفيشال فور ذا بودي. يقول هذه عمليه الموت الخلايا المبرمجه هو يعتبر شنو حدث طبيعي وضمن الحدود الطبيعيه ومفيدة لجسم الإنسان. However, too much or too little apoptosis leads to abnormal conditions. ولكن إذا زاد عن حد أو قل عن المعدل المعروف له راح يسبب لنا يعني أمراض يعني غير طبيعية. Common abnormalities due to much apoptosis إذا زاد عن حد إيش راح يسبب لنا؟ ischemic related injuries, autoimmune disease like hemolytic anemia. Thrombocytopenia, acquired immune deficiency syndrome, أو neurodegenerative disease like Alzheimer's disease. Common abnormalities due to little apoptosis. لأن إذا صارت apoptosis قليلة، سبب إنه مثل عندنا الكانسر، autoimmune lymph proliferative syndrome. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.